كبيري وصاحبي معز الكديري. وين معكم ليه تمشي؟ معز الكديري تحية خاصة ليه. شعمل خلينا مشي والله ليبيا تخش تريكا ذوما ما باركنا ذوما تربينا مع بعضنا. شادلي هو من الأوائل اللي كتب معايا ميد ان تونيزيا الأولى ومخرج متاعي الأولاني معز زادا الكبير دالي صاحب وخويا وتعرفنا برشا مرات ومازلنا باش نتعارف إن شاء الله. ميكرو اوكي محمد الجبالي اكثر واحد من تربي فينا وعنده نحن توا الفنانين مهبله نسبوا كل كلام زايد في الشارع راه ما يهمنيش هكاك على خالص سبحان ربي. محمد الجبالي هو وقتها معروف برشا وانا من الزلت حوس معاه في كارفور حوس معاه وانا كنت كلمه كلمتين نقول كلمه زايده العباد اللي يزي العباد تخزرنا كلمة كلمتين قلتي العباد تخزرنا بعد كيف سنة الكاسة الماء فد قال لي 10 كلمات زايدين ما عادش تقول كلام الزايد. تي 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 تعمل تقول كلام زايد كاسية عملت هكا قلت لها قلت له مش متربي. تحية خاصة لولاد نورتوني ميرسي بوكو. هذه الدنيا محسنة في فرنسا 24 مباشرة نحكي على الشعب التونسي مرة كانال بلوس كيف كيف قالوا لي عملتوا ثورة قلت لهم وي بار فيرتي وي مسيو قالوا لي كيفاش عملتوها؟ كيفاش؟ ما نحبوش نقولوا صافا بعد قالوا خذيتوا جايزة نوبل ما بتعرفوا خذينا جايزة نوبل قلت لهم خذينا قالوا لي علاش؟ قلت لهم علاش؟ علاش يعني مرة نحن قاعدين واحد عدى عنده جيش نوبل عقلنا قال انتم توانسه قلنا له ايش بيه قال تاخذوا جيش نوبل قلنا له كبيره ولا صغيره نوفل هنا نوفل جاء نوفل الورتاني ساعة مرته هوني لا مرته تحية خاصة لها هو خسرها ما جاش مش تكلم فما هذه زعيم مكبوب سعد هنا زاد زلق شعره في الوحدة عامل وحدة كيف بقى فما برشا مزيد نختار هذاك زادة ما يعرفوا حد دحيش شو كيفاش قاعد سوسيا نحبت عم بس في كيبلش هابط صاحبي سير بقى ما يحبش يهبط قدام يعني مش ندوي عنده التونسي عنده التونسي هذيك كي تكلموا يبهت سيرتو كي تسبلو بوه لاحظتها بابا من واحد يدو كف قال لي شكون تضرب قلت له سيد ويلي سامحني سيفري على شكون؟ محليكم ولا محليك؟ على الانستغرام قابلوا على الانستغرام